فقال له فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت أرجى آية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا آمين. ثم إخواني أختم لأنه صلى الله عليه وسلم كان رحيما بغير المسلمين بغير المؤمنين وهذا معنى أحب أن تعض عليه بالنواجذ وتنتبه إليه لأن هذا الدين لم يأتي لقطع الرؤوس بل جاء لهداية القلوب الذي يزعم أن هذا الدين سيف هذا ما علم لا الدين ولا رسول هذا الدين ولا رب العالمين أبدا هذا الدين جاء أساسا الحروب فيه استثناء ولها معايير أشرف المعايير التي عرفتها البشرية بل لم تعرف البشرية إلا على أيدي الرسالات إنما الأصل هو الرحمة الأصل هو التواصل أنا أحكي لكم إخواني ختاما تأملوا معي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ضاقت به مكة يخرج إلى الطائف محاصر في مكة على طول ما عاد يستطيع أن يظهر دينه بل أن يحافظ على أمنه هو فخرج إلى الطائف تبعد حوالي 40 كيلومتر من مكة المكرمة هو ومولاه زيد وكانت أول رحلة لهم لتبليغ الإسلام خارج مكة فقضى فيهم 10 أيام يدعوهم إلى الله دارا دارا أتدرون ماذا كان ردهم كفروا به جميعا وسخروا منه بل ولم يكتفوا بذلك بل قال لهم هو أنتم لم تؤمنوا بي اسكتوا عني لا تفضحوني دعوني أخرج بسلام فما كانوا في مستوى حتى في هذه بل أغروا به سفهاءهم وعبيدهم واصطفوا له صماطين بمعنى صفين فأخذوا يرجمونه بالحجر وهو يجري فتبعوه يرجمونه حوالي 3 أميال وأصبحت دماؤه الشريفة تسيل على جسده الطائر ولما جلس لما انتهت مطاردتهم جلس ليستريح في ظل شجرة لعتبة وشيبة بن ربيعة وحينها توجه إلى الله في دعاء القرن الشهير يقول اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى قريب ملكته أمري أو إلى بعيد يتجهمني حتى قال اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي لاحظوا الدعاء هل دعا على الطائف؟ نهائيا ليسوا هنا لأنه كان يا إخواني متجلل عن هذا وجاءه ملك الجبال والحديث في صحيح البخاري فقالوا يا رسول الله إن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين الأخشبان جبلان في مكة أطبق على هؤلاء وينتهوا فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا تهلكهم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا أي إجابة هذه؟ ما دعا عليهم؟ بل الأعجب إخواني أيها الأحبة الأعجب لما فتحت مكة ووقف صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وحطم تلك الأصنام وخرج عيسى السلام وأخذ بعضاضتي الباب وقال خذ افتتاحيته الشهيرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده ولا شيء قبله ولا شيء والكفار المشركون ما تزال سيوفهم تقطب كلهم أحاطت بهم جنود الرحمن وهم في ساحة الحرم مطقطعة رؤوسهم ينتظرون كلمة تخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم تحدد مصيرهم ثم التفت إليهم وقال أيها الناس يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم اليوم فقالوا خيرا أخ كريم وابن أخي كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء فكان بحق هو الذي سن قانون العفو العام لأن الأمم إذا أرادت أن تنهض فإنها لا تلتفت إلى التاريخ وتغرق فيه بل تلتفت إليه لتدفع إلى الأمام ثم فتح المشهد أيها الإخوة ومشاهد الرحمة غريبة هنا في مكة جاءت امرأة أم حكيم بنت هشام هذه المرأة زوجها هو عكرمة بن أبي جهل كان من كبار قادة المشركين في المرحلة الأخيرة وكان من الذين واجهوا الجيش وهو يدخل إلى مكة ولما دخل المسلمون فر لبس لباس النساء وفر إلى اليمن
وكان من كبار جنرالات المشركين الذين أوغلوا قتلا في المعارك التي كانت مع المسلمين، أوغلوا في المسلمين. جاءته أم حكيم والنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، هؤلاء أهدر دم 9 كانوا من كبار العتاة ولم يطبق إلا في نظر قليل منهم. فجاءته الزوجة هذه وقد أسلمت، قالت له يا رسول الله عكرمة أمنه يعني أعفو عنه، فقال لا هو آمن الله يسامح. فقالت له إنه لن يثق، أعطينا إشارة منك تطمئنه. فأزال عمامته عليه الصلاة والسلام من رأسه الشريف وأعطاها لها، قال هذه أمارة الأمن. فركبت رضي الله عنها واتجهت إلى اليمن وجاءت به، قالت له إن محمد عفا عنه. قال يا أم حكيم ما تقولين، وهم كانوا يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له هذه عمامته معي يا رجل، تعال لا تكن أنت أتعس الناس بابن عمك. فجاء، وبينما هم في الطريق أيها الإخوة جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال لهم إن عكرمة ابن أبي جهل، فرعون الأمة، إن عكرمة ابن أبي جهل جاء قادم مسلما تائبا. لم يقل لهم فلا تقتلوه، لا، قال فلا تعيروه بأبيه. رأى حتى جانب النفس منهم. أي رحمات أيها الأحبة هذه. فمن ثم جزاكم الله خيرا. حقيقة يمكن أن نقول إن أعظم ما نملكه من القوة تكمن في هذا الدين وهذا الخير. حتى أصبحنا الآن مع الأسف في جهلنا وبعدنا تقدم لنا دروس من هنا وهناك ونستحق ولا نعتبر، لكن ديننا هو الفياض مع المسلمين ومع غيرهم. وهذه الرحمات هي التي جعلت الإسلام يتغلغل في بلاد بعيدة وبلاد كثيرة رغم ضعف المسلمين. لا أجد في خاتمة هذه الكلمة أيها الأحبة إلا أن أردد كلمة شوق، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. ثم أختم بلوحة نبوية النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للصحابة مصدر هذه الرحمات الذي هو الله جل جلاله. رأى امرأة وقد ضاع منها ولد لها، فلما وجدته ألصقته بصدرها وألقمته ثديها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قال لا، وهي تستطيع ألا تفعل. قال فلله أرحم بهذه المرأة من ولدها. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وبارك كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أسأل الله تعالى أيها الإخوة أن يسعدنا بهذه الرحمات. صلى الله يبارك فيكم وفي أبنائكم وفي مسؤوليكم وفي إخوانكم. صلى الله أن يبارك في أعمالكم وأرزاقكم وأن ينفع بكم وأن يجعلكم فعلا تحملون هذه الرحمات إلى من حولكم. آمين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.